سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي بخير. كنتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جيتكم فيديو جديد، غادي نقدم لكم فيه المحينشات كيجو لداد ومقرمشين. غادي نحتاجو نص جبانية ديال دقيق القمح، وجبانية معمراش ديال الكيل الفرص، الملحة، ومعلقة صغيرة ديال سنيدة. غادي نجمع المكونات بالماء وغادي نعجنهم وندلكهم مزيان. من بعد ما عجنتها وجمعتها غادي نغطيها ببلاستيكة حتى ترتاح. غادي نحتاجو في الحشو جوج خزوات كبار، جوج بصلات، ثلاثة سكورجيطات، جوج فلفلات، الهريسة، إبزار، الملحة. في مقلة من بعد ما كبيت الزيت البلدية غادي نزيد عليها البصلة، غادي نخلطها مزيان وغادي نخليها حتى تدبل. من بعد ما تشحرات البصلة غادي نزيد عليها الفلفلة، ملي دبلات الفلفلة وهبطات شوية غادي نزيد عليها خيزو وكورجيت. وغادي نزيد عليهم الملحة والبصل والهريسة. غادي نخلط المكونات مزيان وغادي نخليهم حتى يتشحروا. فاش تشحروا زدت عليهم واحد شويه ديال الطون، من بعد ما ارتاحت العجينة درت فيهم كريسات صغار وخليتهم يرتاحوا واحد شوية وغنخدم بيهم. غندهن القصرية بالزيت الرومية وغادي نبدأ نقرص في المحينشات.
غادي نقرص العجينة مزيان تولي رقيقة، ومن بعد غادي نعمرها بهذا الشكل هذا. من بعد ما سليتهم كامل غندهنهم بصفار بيضاء. وبغا ندخلهم الفران يكون سخون حتى يطيبوا من التحت، عاد نشعل عليهم من الفوق. ها هما المحينشات ديالنا من بعد ما طابوا، كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم.